وبالتالي بيتسجلوا تورن اوفر على فريق المنامه. كل عند تريفن تيبودو. تريفن صار عند سير دوم. سير دوم امام لويس. قلت حابب هالماتش اب كثير. حاليا عم بشوف دائما في دبل تيم. موستي بياخذ كره على الثري. قلت لكم الظاهره الان بياتي بثلاثيه ولا ربحان بطوله الدوري البحريني مرتين. تاريخيا المنامه عنده 24 لقب والاهلي عنده 20. وتاريخيا في لاعب عم بيكتب التاريخ اللي سجل 5 3. لا شباب الاهلي اول مره فاز ببطوله الدوري كان موسم 99. توني فارمر لمين عند الظاهره. الظاهره على الباسكت. منك شو حريف. تفاصيل على الدقائق على الثواني. وخليكم مع كل ثانيه لما موستي بيمسك الكره. سير دوم هاند اوف عند احمد سلمان. موستي جيف اند جو درايف. شو حلوه. منك شو لعيبه. وبس ابنك مش معقول هالباسكت بول الحلوه. روعه روعه روعه. لا يمكن. 14 بوينتس لموستي بالجيم. شفتوا شو عمل, كيف سلم الكره, كيف عمل درايف, كيف طلع بالعاني. اب اند ان 14 بوينتس لموستي. ضاعت الكره بتروح عند موستي. اول ذا واي عم بيستعرض, عم بيسجل, ما عم بيلعب. بتكون جاهزه اعتبارا من شهر فبراير باحسن ليفل لها. وحاليا موستي شمال يارد. اكثر من هيك اعتقد شباب, اعتقد بطل البحرين 24 مره, اولها عام 1977 مطالب بتايم اوت. وموستي اون فاير اول داي اول نايت. مش مع قلب الاسد بينزل على الارض. وامير بيطلع بالعالي. اعطوها للي ما بيرحم. اعطوها لصاحب. منك شو عملت فيه. منك شو عملت فيه. وشوفوا هالثقة, وشوفوا هالروعة, وشوفوا هالحلا. لا لا مش معقول. بلشت الحكاية هون. وزير الدفاع نزل على الارض. لونج باس. امير عرف انه في شوتر ما بيرحم, في لاعب اون فاير. قلت بشهر ديسمبر, بيناير, بفبراير, بالاوف سيزون بيتالق. حاليا 5 3 بوينت سجلها. 5 3 بوينت على الشمال, 5 3 بوينت على كازما, وخمسه 3 بوينت كل وحده احسن من شوتي. كل شوتي احلى من شوتي, وكل وحده احلى من الثانيه. وشوفوا هالسبن, وشوفوا هالدوران. ويسلم ايديك يا مخرجنا ايهاب نور على هالهايلايت. انت فريق العمل 64-55 تايم اوت. اخطاء كثير على الفريقين. نسب شباب الاهلي على الثري, وحتى التورن اوفرز على المنامه. وهذا اللي ما بيرحم ابدا. 29 نقطه في مباراه اليوم.